السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب على حاشية فقه الأمراض. الفقهاء عملوا أجزاء كتير جدا، عملوا فقه للزراعة، عملوا فقه للطب، عملوا فقه للبيع والشراء وهكذا. المفروض كل واحد يشوف الجزء الخاص بيه، يعني لو أنت شغال دكتور تقدر تشوف العلماء قالوا إيه في الجزئية ديت. تمام، إحنا هنتكلم دلوقتي وهنركز على العمارة، يعني إيه الحاجة اللي وأنا شغال في المباني أهتم بيها وابدا اركز عليها، ابدا اخلي بالي من نقط معينه في البناء. تمام، طيب، هي فقه العمران دي مجموعه قواعد فقهيه بتكتر مع الزمن، يعني كل شويه احد العلماء بتسال سؤال فبتبدا تجتمع عندنا منهج علمي معين مهم جدا لاي حد شغال في قطاع البناء. في اول واحد كتب كتاب في فقه العماره من الفقهاء كان اسمه ابن عبد الحكم، ده فقيه مصري متوفى سنه 214، عمل كتاب اسمه البنيان. في كتاب اسمه الإعلام بأحكام البنيان لابن الرامي، هو ما كانش فقيه بس كان بناء وكان بيقرأ في الفقه كتير، ده توفى سنة 734 هجرية. في كتاب الجدار لعيسى بن دينار، ده فقيه أندلسي. وكتاب القضاء في البنيان من النوادر لابن أبي زيد القيرواني. وكتاب القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر لإمام عيسى بن موسي التطيلي، ده متوفى سنة 386. وكتاب الإعلان بأحكام البنيان لمحمد بن إبراهيم المشهور بابن الرامي التونسي. والعلماء المسلمين أو المسلمين كانوا مهتمين بالعمارة والزخرفة والخط من أهم العلوم اللي اهتموا بيها. وفي ناقد فرنسي اسمه هنري فازيون بيقول: ما أخل شيئا يمكن أن يجرد الحياة من ثوبها الظاهر وينقلنا إلى مضمونها الدفين مثل التشكيلات الهندسية للزخارف الإسلامية، فليست هذه التشكيلات سوى ثمرة لتفكير دائم على الحساب الدقيق، قد يتحول لنوع من الرسوم البيانية لأفكار فلسفية ومعاني روحية، غير أنه ينبغي ألا يفوتنا أنه خلال هذا الإطار التجريدي تنطلق حياة متدفقة عبر الخطوط، فتؤلف بينها تكوينات تتكاثر وتتزايد، متفرقة مرة ومجتمع مرات، وكأن هناك روحا هائمة هي التي تمزج هذه التكوينات وتبعد بينها ثم تجمعها من جديد، فكل تكوين منها يصلح لأكثر من تأويل، يتوقف على ما يصوب عليه المرء نظره وتأمله منها، وجميعها تخفى وتكشف في آن واحد عن سر ما يتضمنه من إطارات وطاقات بلا حدود. ثروة عكاشة، القيم الجمالية في العمارة الإسلامية، ده من الكتب الجميلة جدا يعني. وأغلب الملوك كانوا مهتمين بالعمارة، مثلا معاوية بن أبي سفيان في آخر عمره كان مهتم بعمارة الأرض. فقالوا له اشمعنى يعني؟ قال لهم: ليس الفتى بفتى لا يستضاء به ولا يكون له في الأرض آثار. لازم كل ناس تهتم بأنها تترك آثار للناس اللي بعديها، يعني إيه اللي يدلنا إن المماليك كانوا عايشين في فترة من المرات على أرض مصر أكتر من الآثار أو المساجد والمباني اللي عملوها في فترة 20 50 فيها، وعملوا طراز مختلف وعملوا حاجة مختلفة فتنسب ليهم من العمارة المملوكية والعمارة العثمانية والعمارة العباسية، مجرد إن أنت تشوف المأذنة بتاعة المسجد تعرف دي اتعملت في أنهي عهد. طيب، لغويا الفقه هو الفهم العميق المؤثر في النفس الباعث على العمل، زي سيدنا شعيب لما قعد ينصح قومه لما كانوا يسرقوا الموازين قال لهم: اتقوا الله في الكيل، رد عليه قالوا: لا نفقه كثيرا مما نقول. في لازم يكون في فهم، والفهم يؤدي للعمل. وكلمة فقه هنا ليست خاصة بأهل الدين والشرع ولكنها خاصة بأمور أخرى. تمام، مثلا المحامي نقول عليه إن هو فقيه في المحاماة، يعني هو متمكن من المحاماة، ولأن الفقيه هو الذي بلغ درجة عليا في العلم الذي يعمل به، فقال لها حديث: خيركم من تعلم العلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمارة عثمان: حتى كان الحجاج قال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. واما من كتم العلم فيكون مثل الذين اوتوا الكتاب والبينات وكتموا عليه. معنى الفقه شرعا معرفه الاحكام الشرعيه التي تتعلق بافعال العباد. طب كلمه العمران، مصدر العربي لكلمه عماره هو عمره، ويشمل كل ما هو على وجه الارض من مباني ومنشات ومساكن، سواء كانت من انتاج متخصصين معماريين او مهندسين ام غير متخصصين، وتشمل برضه الانفرا ستراكشر او الانفرا وركس، الشغل برضه اللي هو تحت الارض. العمارة اسم، العمران صفة، العمارة فعل. أهمية العمران، يقول ابن خلدون في مقدمة صناعة البناء: أول صنائع العمران الحضري وأقدمها وهي معرفة العمل في اتخاذ البيوت والمنازل للمأوى الأبدان في المدن. إن أنت تعمل حاجة تسكن فيها
وتحتمي من درجة الحرارة وتحتمي من الرياح وهكذا. والفصل السابع عشر في أن الصناعة إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته. والسبب في ذلك أن الناس وما لم يستوفوا العمران الحضري وتتمدن المدينة إنما هم في الضروري من العيش، وهو تحصيل الأقوات من الحنطة الأكل وغيرها. فإذا تمدنت المدينة وتزايدت فيها الأعمال ووفت بالضروري وزادت عليه، صرف الزائد حينئذ إلى الكمالات من المعيش. ثم أن الصناعة والعلوم إنما هي للإنسان من حيث فكره الذي يتميز به عن الحيوانات، والقوت له من حيث الحيوانية والغذائية، فهو مقدم للضرورات على العلوم والصناعة وهو متأخر عن الضروري. وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصناعة للتأنق فيها حينئذ واستجادة ما يطلب منها، بحيث توفر لوعي الطرف والثروة. وأما العمران البدوي أو القليل فلا يحتاج من الصناعة إلا البسيط، خاصة المستعمل في الضروريات من نجار أو حداد أو خياط أو حائط أو جزار. وإذا وجدت هذه بعد فلا توجد فيه كاملة ولا مستجدة، وإنما يوجد منها بمقدار الضرورة، إنما هي كلها وسائل إلى غيرها وليست مقصودة لذاتها. إذا زخرف بحر العمران وطلبت فيه كمالات، كان من جملتها التأنق في الصناعة واستجادتها، فكملت بجميع متماتها وتزايد صناعة أخرى معها، مما تدعو إليه عوائد الطرف وأحواله من جدار ودباغ وخراز وثائق وأمثال ذلك. يعني لما يكون في طرف في العيش ويكون في فلوس كتيرة، هتلاقي الناس بدأت تعمل الزخرفة والحاجات دي كلها. إنما لما يكون في عجز، فتلاقي الناس بتهتم بالحاجات الأساسية بس، وقد تخرج عن الحد إذا كان العمران خارجا عن الحد، كما بلغنا عن أهل مصر أن فيه من يعلم الطيور العجم الحمر والحمر الإنسية، ويتخيل أشياء من العجائب بإيهام قلب الأعيان وتعليم الحدائق والرقص والمشي على الخيوط في الهواء ورفع الأثقال من الحيوان والحجارة وغير ذلك من الصناعة التي لا توجد عندنا بالمغرب. لأن عمران أنصاره لم يبلغ عمران مصر والقاهرة، أدام الله عمرانها بالمسلمين والله الحكيم يعني. ما شاء الله، يعني تخيل مدى ما وصلت ليه مصر، بحيث ان ابن خلدون يتكلم عنها بالكلام الجميل دوت. ان شدة الخير اللي عندها، بدأوا يعملوا حاجات اكتر من اللي مطلوبة، وبدأوا يهتموا بان هم يعلموا الحمور الانسية او الحمور الوحشية بعض الحاجات او الطيور او كذا. طيب، في برضو كتب زي البنيان من شعار الامصار وبدائع السلك في طباع الملك، بيعتبر ان اقامة البنيان ده ركن خامس من اقامة الملك، بعد ان انت تعين الوزير وتقيم الشرع وتعمل تعد العسكر او جند وحبس المال وبرهان وجود. قال ابن خلدون: واعتبر ذلك باخطار المشرق كمصر والشام وعراق العجم والهند والصين وناحية الشمال كلها وراء البحر الرومي. لما كسر عمرانها كسر مالها وعظمت دولتها وتعددت مدنها وحواضرها. فمهم جدا فك العمران ده على اساس تنظم العلاقة بين منازل الجيران وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وتساعد المهندسين على التصميم. الناس في المدن اللي كثرت الازدحام والعمران يتشاحنون حتى في الفضاء والهواء الأعلى والأسفل، ومن الانتفاع بظاهر البناء مما يتوقع منه حصول الضرر في الحيطان، فيمنع جاره من ذلك إلا ما كان له في حق. ونشوف في الكتاب دوت علماء كتير قال لك إن أنت ما تبنيش أكتر من جارك بمسافة معينة، بحيث إن الظل ما يغطيش جارك فترة معينة أكتر من كده. يعني ما ينفعش يبقى واحد عامل عمارة كبيرة قوي وكل الجيران دور واحد وهما مش شايفين الشمس. ويختلفون أيضا في استحقاق الطرق والمنافذ للمياه الجارية والفترات المسربة في القنوات، وربما يدعى بعضهم حق بعض في حائط أو علو أو قناة لتضايق الجوار، أو يدعي بعضهم على جار اختلال حائطه خشية سقوطه، ويحتاج إلى الحكم عليه بهدمه ودفع ضرره عن جاره عند من يراه، أو يحتاج إلى قسم الدار أو عرصة بين شريكين بحيث لا يقع معها فساد في الدار ولا إهمال منفعتها. ويخفى جميع ذلك إلا على أهل البصرة العارفين بالبناء وأحواله. دي من مقدمة ابن خلدون. إن شاء الله نكمل مع بعض التفصيل بتاع فك العمران، لأن من أول الحاجات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عملها إن هو بنى المسجد وشق طرق في المدينة معينة. وهنبدأ نشوف تخطيط البصرة والفسطاط والقيروان. وابن الأزرق بيقول إن العمران مهم لقيام الدولة في كتاب بدائع السلك في طباع الملك، إن الدولة والملك والعمران بمنزلة الصورة والمادة، وهو الشكل الحافظ لنوعيه لوجودها، وانفكاك أحدهما عن الآخر غير ممكن على ما تقرر عند الحكماء. فالدولة
دون العمران لا تتصور، ما مش متصور ان في دوله مش مهتمه بالعمران، والعمران دونها متعذر. وحينئذ اختلال احدهما مستلزم لاختلال الاخر، كما ان عدمه مؤثر في عدمه. وتكرر عند الحكماء الملك بالجند والجند بالمال والمال بالعماره. والدين يؤثر على المباني، مثل اهتمام الفراعنه ببناء المقابر والمعابد، معبد ابو سمبل ومعبد الكرنك وتل العمارنه، والفرس ببناء مباني لعبادة النار، وانتشرت رسوم النار على جدران معابدهم، والإسلام اهتم ببناء المساجد والمنازل بما لم يكن موجودا عند العرب في الجاهلية، نتيجة عوامل كثيرة، تشجيع الإبداع في الفن المعماري والنقوش، الاحتكاك بالحضارات الأخرى.